أما بخصوص المنح المدرسية فقد تم اتخاذ قرارين هامين من طرف معالي السيد الوزير الأول، وجب الإشادة والتنبيه بهما، ويتعلقان ب أولا القرار الأول مراجعة قيمة العلاوة السنوية للدراسة المنشأة منذ سنة 1996 ب 400 دينار جزائري وقيمتها 400 دينار جزائري إلى يومنا هذا، ورفعها إلى 3000 دينار جزائري لفائدة كل المتمدرسين للمراحل التعليمية الثلاث والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين تلميذ. القرار الثاني الذي اتخذه معالي السيد الوزير الأول ويتعلق بالمنحة الخاصة للتمدرس المؤسسة بموجب المرسوم الرئاسي 01238 مؤرخة 19/2001 التي يستفيد منها قرابة 3 ملايين تلميذ من المعوزين، حيث تم رفعها من 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري لكل تلميذ من أبناء الأسر ذات الدخل الضعيف بمخصصات مالية قدرها 15 مليار دينار جزائري، ناهيك عن النقل المدرسي والصحة المدرسية وكل العمليات التضامنية التي تشرف عليها دوائر وزارية أخرى.